للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر الدكتور عبد الرحمن عيا الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور عبد الرحمن على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن هذه القمة ترفع مسبقا شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية، إلى أي درجة يعكس هذا العنوان إرادة سياسية حقيقية من جانب القادة المجتمعين في أديس أبابا لتحويل هذا الشعار إلى واقع في هذا الواقع الصعب الذي تعيشه إفريقيا؟ مرحبا، اعتقد انه الامر يعني في التجسيد على ارض الواقع اكثر من وقت سابق. الرغبه والاراده السياسيه ستكون يعني حاضره بقوه بالنظر الى دعنا نقول تذبذبات الجيوسياسيه الحاصله اليوم. يعني دعنا نقول بان هناك الحرب القائمه بين روسيا واوكرانيا والتي يعني لا ندرك مدى او الى اي مدى ستصل من حيث يعني التوتر او على الاقل من حيث المده، وبالتالي فاليوم كل التكتلات السياسيه والاقتصاديه وبشقيها الاقليمي والدولي اعتقد بانها تريد ان تتفاعل فيما بينها وبينها وبين التكتلات الاخرى، حتى يعني عندما تكون هناك خارطه جيوسياسيه مستقبليه فيعني يكون لديها موقع قوي فيما يخص يعني المستقبل التطورات الجيوسياسيه. طيب دكتور، رغم دخول اتفاقيه منطقه التجاره الحره حيز التنفيذ في 2019، هذه الاتفاقيه التي تستهدف انشاء سوق ضخم تغطي 1.3 مليار شخص وناتج محلي اجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار، رغم هذا الا ان النجاح الذي حققته هذه الاتفاقيه كان محدودا، لماذا وما الذي يجب على القاده الأفارقة العمل عليه لتحويل أو تسريع بالفعل تنفيذ هذه الاتفاقية وإنشاء هذه المنطقة الحرة؟ والله يعني باش نكونوا واضحين، يعني لا أعتقد بأن القوى الكبرى سواء الشرقية أو الغربية ترضى بأن تكون لإفريقيا قوة وموقع اقتصادي. يعني الجميع يعني يريد أن يمتلك إفريقيا، فلديك على سبيل المثال البنك الإفريقي للتنمية رأس مالي يعني هو أكبر مساهمين فيه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. الصين تنظر إلى إفريقيا وتريد أن يكون لديها يعني موقع واستثمارات. روسيا اليوم تتجه نحو إفريقيا، وبالتالي فكل هذه يعني الأمور السابقة كانت يعني دعنا نقول يمكن أن أعتبرها عراقيل نسبية، علما أنه حتى في الداخل الإفريقي هناك بعض يعني الأطراف يختلف توجهاتها السياسية والاقتصادية أيضا تميل نحو هذا الملحى وتريد أن تخدم أجندة ومصالح يعني جهات شرقية وغربية. وبالتالي في اليوم وفي ظل هذا التوتر الجيوسياسي القائم بسبب الحرب كمعطى أول وسبب دعنا نقول ظروف أخرى من بينها يعني ارتفاع مستويات التضخم، من بينها يعني ارتفاع مستوى اسعار الطاقه الى مستويات كبيره، الدول الافريقيه نوعا ما تجد نفسها يعني دعنا نقول متحرره نوعا ما من ذلك الاطار او التاطير المباشر وغير المباشر، وتريد ان يكون لديها موقع قدم في الخارطه الجيوسياسيه المستقبليه. بالتالي فما هو موجود حاليا من رغبه سياسيه وفي اعتقادي الخاص انه على الاقل وليس كما كان في السابق يمكن تجسيده اذا طبعا يعني تم دعمه بالاجراءات المرافقه على المستوى القانوني وعلى مستوى تشريع الرقمنه وعلى مستوى تخفيف العبء الاداري وعلى مستوى نقل وتحويل التكنولوجيا وتبادل المعلومات، على مستوى ايضا دعنا نقول رفع القدرات التسييريه، رفع المهارات التسويقيه، الاستثمار في العنصر البشري، كل هذه امور نامل ان تكون مرافقه لهذا التوجه الجديد. طيب في ظل تنافس دولي محموم على القاره الافريقيه، الى اي درجه هناك فرصه للقاده الافارقه وللدول الافريقيه للحصول على افضل النتائج من بين هذه القوى المتنافسه؟ اليوم المصير افريقيا بين يديها، فالقاده الافارقه يدركون جيدا بانه القوى الكبرى ليست يعني في راحه وفي اريحيه كما كان في السابق، هناك اولويات من بينها دعنا نقول دعم الاتجاهات الشرقيه والاتجاهات الغربيه، وبالتالي فالاهم بالنسبه الى القاده الافارقه انهم يدركون بانها فرصه قد لا تعوض، وبالتالي فالتكتل
وتحرير أو التحرر من الضغط الأجنبي، بالإضافة إلى صدق النية. هذا لابد أن يكون، يعني في أي معاملة لابد أن تكون هناك صدق النية، وبالتالي فإذا اكتملت هذه المعايير أعتقد بأن الأمر سيكون تسيد على أرض الواقع، وتسيد على أرض الواقع إذا كانت الإرادة السياسية، وأؤكد إذا كانت الإرادة السياسية كل شيء سيتم وسيمر بطريقة سلسة جدا. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر العاصمة الدكتور عبد الرحمن عيا الخبير الاقتصادي.